عبد الله عبد العظيم خاطر ما بين مخازن سابقه في شركه الشرق الاوسط الكيماويات وحاليا عندنا ويا حسام الدين عبد الله ده ابني عنده 29 سنه وراجل في حاله يعني لو بلطجي زي ما بيقولوا مولع حرامي وكان يعني البلد كلها لو تعمل جوله في البلد كده تحرى عنه شوف لو هم لو اي واحد قال لك كلمه واحده فيه احنا بتنزلنا عن حق انما حسام كان راجل في حاله وكله بيحبه واد محبوح وبيضحك مع كل الناس وخرج يوم الجمعه بقاله 16 ما جاليش جالي يوم الوفاه سلم علي وتغدى معايا سلم على وجهته ومستعجل ومشي راح يجيب مراته من بلد هنا جنب صندوق يعني عند استاد المنصوره كده وفي طريق تاني ساعات بيخرم منه على طريق قناه السويس يعني اللي هو السويس فيها يعني. ودخل في محل فرن كده يجيب قرص ايه ولسه خارج من المحل الراجل بيقول له حاسب حاسب يبقى في عربيه بالمصفحه ديت من المكان كده فجم الناس بيجروا المتظاهرين يعني بيجروا عشان يجروا لا عربيه تانيه داخله عليهم جري يعني فطبعا جروا منه وقام جايز على حسام كده يعني مرتديه ورجع تاني دست عليه كده توفى في الحال وبعدين بيقلبوه بتاع اخوه كان موجود هناك بس ما كانش معاه يعني كان واقف بيتفرج كده واحد قال له المرمي هناك جوه اخوك واحد من هنا من متعنطر يعني فراح شافه وقلبه لا اخوه فطلبوا الاسعاف الاسعاف ما رضاش يجي فواحد برع بالموتوسيكل كده الموتوسيكل الصيني اللي هو التروسيكل يعني مش موتوسيكل التروسيكل في صندوق حطوه عليه ودوه المستشفى من المستشفى هو طلبنا بنا والبقاء بالله فروحنا هناك من الساعه 12 ونص مساء كنت بحضرتك مساء السبت يعني لحد ما دفننا امبارح يعني فانا بحمل المسؤوليه لمحمد مرسي مش هقول له رئيس الجمهوريه ولا هقول له انت الدكتور محمد مرسي لمحمد مرسي والوزير الداخليه اللي بيتعامل مع خالد الشاطر ومع مدير امن الداخليه ومع مدير المباحث اللي اسمه ايه ده؟ سعيد عمار اللي بيشهر بينا بيقول ان احنا عيله بلطجيه وناس حراميه وناس ما اعرفش ايه حرام عليهم ليه الكلام ده يتقال؟ والله ابني ما بلطجي والله لو بلطجي كان حمى نفسه كان حمى نفسه يقول ده مبهدلينه مبهدلينه دماغه وجدته كله انا شفت دخلت شفته ما قدرتش امسك اعصابي لما شفت ابني متبهدل يا ريت كنت تاني يا ريت كنت تاني يا ريت انا اللي هروح اجيب مراتي يا ماما عايزه حاجه يا اميره قلت له لا يا بابا روح هات مراتك وتعالى عشان تقعد معانا شويه انت معكم بعد كده ما شفتوش على العوض ده هزوم هما قصدين يموتوا الشاب الصغير ده مش لقينا الا الشباب الصغيره يموتوه وبنته اللي اتيتمت بدري وكان عايز يشوفها وبقى عايز يامن لها مستقبلها ينفع يعني يرضي من ربنا يرضي مين حسب الله ونعم الوكيل انا عايزه اقول للسيد وزير الداخليه حرام عليك حرام زي ما بتدي امر زي ما بتدي امر لرجالك ان هم يضربوا نار على الشهداء لا حرام اعمل خليهم يعملوا بخرطين ميه طلع خراطيم ميه فض المظاهرين ليه 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 تدهس بني ادم ليه تدهس بني ادم كانه حشره انت بتدوس عليه حرام عليك ليه يقف يقول لك حاسب والحريم يقف من البلكونات تقول لكم حاسب ليه كان ذنبه احسان ما ذنبوش حاجه وعايزه اقول له ان حسام مش بلطج حسام عمره ما كان بلطج حسام بيخرج بيروح شغله الساعه 4 العصر بيرجع الساعه 4 الفجر يا دوبك بياكل لقمه وبيتام حرام حتى في عايزه حق ابني حسبنا الله ونعم الوكيل حق ابني كده نفسي اللي موتوه كده يموتوا زيه بس فين هو لو بيروح بيرجع يا ريت يرجع تاني يا ريت كان متعور يا ريت